بعد ماراثون طويل من الشد والجذب وافقت الكوريتان على الجلوس إلى طاولة الحوار، موافقة يمكن أن تحدث اختراقا للجمود في العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التصعيد العسكري. بيونغ يانغ عرضت بشكل غير متوقع إجراء حوار بشأن مجموعة من القضايا التجارية والإنسانية، وعلى الفور جاء ترحيب الجارة الجنوبية مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن جدول وموعد ومكان المفاوضات. حكومتنا تقبل بإيجابية عرض إجراء الحوار الذي قدمته كوريا الشمالية، وأتمنى أن يكون فرصة لبناء جسور الثقة بين الكوريتين. من جانبها أشارت رئيسة كوريا الجنوبية إلى ضرورة إجراء الحوار، ضرورة جاءت مشروطة بالتزام جارتها الشمالية بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية. يجب على كوريا الشمالية أن تتخلى عن سياستها النووية التي وضعتها في عزلة دولية، وأن تعي أن استفزازاتها وتهديداتها لن تعود عليها بالفائدة. وكان التوتر تصاعد بشكل كبير بين الغرب والنظام الكوري الشمالي إثر قيامه بتجربة نووية ثالثة في فبراير الماضي، وتلويحه بشن هجمات ضد سول وواشنطن.